نستمع إلى التبويب التالي. الدور قائما وقاعدة. نعم، إذا هنا سوف يذكر المصنف حديثا، ولكن هذا الحديث سوف يظهر قوله فبال قائما صلى الله عليه وسلم. فأريد منكم أن تعرفوا لما زاد الإمام البخاري أو وقاعدا، مع أن الحديث سوف يذكر فقط قائما. نستمع الآن إلى الحديث. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. نعم، إذا أولا الإسناد آدم، من آدم هذا؟ من آدم هذا؟ تفضل. آدم ابن إياس عبد الرحمن الخزاجي أبو الحسن. نعم، إذا آدم ابن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، أصله خراساني، أبو الحسن نشأ ببغداد. وشعبة، من شعبة أشهر من نار على علم؟ تفضل. وشعبة من حجاج بن الوقت الحسدي أبو بصار الواقفي مولاه. العتكي مولاهم. نعم، هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. والأعمش تفضل. تفضل. أبو محمد الكوفي. نعم، سليمان بن مهران الأزدي الكاهلي أبو محمد الكوفي. وأبو وائل، من أبو وائل الذي مر معنا مرارا وتكرارا؟ تفضل. تفضل. هو شقيق بن سلمة الأزدي أبو وائل الكوفي. نعم، هو شقيق بن سلمة من تلاميذ الصحابة رضوان الله عليهم، ومن تلاميذ ابن مسعود المشهور. شقيق بن سلمة الأزدي الكوفي مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، وهو من المخضرمين. ما معنى من المخضرمين في الأخير؟ كثير من الصحابة أدرك الجاهلية والإسلام. كثير من أدرك الجاهلية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك زمن النبوة وآمن بعد. نعم، هذا آمن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك زمانه، بل ربما أدركه هو، ومع ذلك لم يكتب له فضل الصحبة، لأن من شروط الصحبة أن يكون أدرك لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. بينما هذا أبو وائل شقيق بن سلمة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يؤمن، فآمن بعده فسميه بالمخضرم، أدرك الجاهلية ولم يسلم، وإنما أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يتضح أنه من المعمرين، فعاش 100 سنة، فمات بعد خلافة الصحابة رضوان الله عليهم المشهورين، حتى أدرك زمن عمر بن عبد العزيز، فكان من المعمرين. وصحابي الحديث حذيفة بن اليمان، ما كنيته؟ رضي الله عن حذيفة. تفضل. نعم، هو أبو عبد الله العبسي، أبو عبد الله العبسي. هنا قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل. الأعمش
مشهور بماذا؟ تفضل. نعم بالتدليس. فكيف هنا اخرج الامام البخاري له ومن شروط قبول رواية المدلس ان يصرح بالسماع؟ نستمع الى الاذان اولا. اذا اعيد السؤال مرة اخرى، بما انه مقرر ان الاعمش سليمان بن مهران ابو محمد الكوفي من المدلسين، والمدلس لا تقبل روايته الا اذا صرح بالتحديث، فلما هنا قبلها الامام البخاري؟ لما قبلها الامام البخاري؟ تفضل. هل قال شعبة كفيتكم تدليس الأعمش؟ لا. هنا نستمع إذا ما هو السبب؟ تفضل. إذا نبقى أولا تدليس الأعمش ليس بالتدليس الذي ترد روايته مباشرة إلا إذا كان هناك جناية لا بد من تحميلها في الإسناد فتحمل على تدليسه، لا تقبل مطلقا، وإنما ترد في حالة فقط أن هناك جناية فيحمل عندها تدليس الأعمش. ثانيا، أن أهل العلم قالوا أن البخاري والإمام البخاري ومسلم انتقوا من أحاديث المدلسين، فاختاروا منها ما كان ما وقع لهم متصلا في أحاديث الأخرى. إذا ثانيا يقال أن الأعمش وغيره من المدلسين قبلت روايتهم عند الإمامين البخاري ومسلم من باب أنهم انتقوا من أحاديثهم ولم يقبلوها مطلقة، ويؤكد ذلك أنها وقعت متصلة وصرح بالسماع في غير الصحيح ولكن على غير شرط البخاري، لذا وقعت لهم متصلة ومصرح بالسماع ولكنها ليست على شرط الإمام البخاري. فمن يذكر لنا أين وقع التصريح بالسماع من الأعمش من أبي وائل في خارج الصحيح؟ حقيقة ورد التصريح بالسماع عند أبي داود الطيالسي في مسنده في الجزء الأول صفحة 24 و300 رقم 6 و400، وفيه سمع أبا وائل، قال الأعمش أنه سمع أبا وائل، فبالتالي وقع التصريح بالسماع. وعند أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 2 و400، ولكن من طريق يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، عن الأعمش قال حدثني شقيق. من شقيق؟ أبو وائل الذي معنا، قال حدثني شقيق، فبالتالي لا يضر التدليس بتاتا في هذا الإسناد.